السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي نستدعي ملف من خارج البيئة بتاعت البايثون ونتعامل معاه. ممكن تكون محتاج مثلا ملف فيه بعض الدوال الخاصة بالرسم بالعلامات الحسابية. طيب هنستدعي ملف سهل جدا وهو خاص بالترتلز اللي هي السلاحف. اقول له امبورت ترتلز، تمام كده. انا امبورت ده بيخليني استدعي اي ملف من الملفات اللي هقدر اشتغل عليه. طيب عايز اسال على نفس الموضوع، فاقول له حرف التي بتساوي تيرتر دوت، وبعد كده اقول له تيرتر، وبعد كده عايز اقول له بقى ايه، ان انا عايز امشي مثلا فورورد 100 خطوة او 1000 خطوة، مش مشكلة، خليها 500 خطوة مثلا، 500 خطوة، تمام. اشغل هيبدأ يرسم لي 500 ويقف، تمام. طيب انا عايزه يرسم والشاشة ما تختفيش، فهقول له ايه، ترتل دوت مين لوب، واشغل هيرسم لي 300 ويقف. طيب انا عايز اقول له ايه بعد ما ترسم كده، اقول له تي دوت رايت بزاوية 90، تمام. طيب لو كررت الموضوع دوت 4 مرات هينتج لي ايه، هيمشي 300 وبعد كده زاوية 90 وبعد كده 300 وبعد كده زاوية 90 وهكذا، هيبدأ يرسم لي مربع. طيب كويس جدا. طيب انا عايز اسهل على نفس الموضوع، فبدل ما اقعد اكتبهم 4 مرات اقول له ايه، 4 i in range 4، واقول له النقطتين، اهمت دول، اهمت دول عايزهم يبقوا بالشكل دوت، والباقي ده كله انا مش عايزه، هما بس ايه دول اللي انا عايزهم في قاعدة 4. عمل قاعد يكرر 4 مرات، يرسم يمشي 300 وبعد كده يلف زاوية 90، يمشي 300 ويلف زاوية 90 وهكذا 4 مرات.